ايه الحاجات اللي لازم تعملها لما تيجي تشتري جارو جديد؟ اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المشاكل اللي هتحصل لك لما تيجي تاخد جارو في سن صغير من مامتك. مهم جدا انك تشوف الفيديو ده لانه هيحل لك مشاكل كتير، خصوصا انك بتعيش مع الكلب بتاعك متوسط 15 سنه. اول واهم حاجه تعملها لما تجيب جارو جديد انك تستلمه عند دكتور، وممكن تاخد الدكتور معاك يكشف عليه وانت بتشتريه، وده عشان لو في اي مشاكل صحيه في الكلب تكون عارفها من الاول، سواء انت حبيت تاخده وهو تعبان او لا. ولو حابين ممكن نبقى نعمل فيديو مع دكتور يقول لنا ايه هي اهم الحاجات اللي بيكشف عليها لما بتيجي تشتري جرو صغير. نقطة رقم 2، ودي مهمة جدا، انك تجيب طبق للاكل وطبق للمية للكلب. رقم 3، ودي نقطة مهمة جدا، هو ان انت محتاج تجيب العاب للكلب، واعمل حسابك ان الكلب ما بيلعبش لوحده، يا هتلعب معاه يا هيبوظ اللعبة. شوف انت حابب تختار انهي فيهم. وبمناسبة موضوع الالعاب، انا معايا العاب بقالها اكتر من 5 سنين، وده بسبب ان انا بستخدمها وبعد ما بخلص لعبة مع الكلب ببتدي اشيلها، فبالتالي اللعبة بتفضل سليمة زي ما هي. لكن بطبيعة الحال وزيه زي اي طفل صغير، لو سبت له لعبة بعد ما يلعب بيها شوية بوظها، والموضوع ده ما بيكونش عن قصد. وكنت عملت فيديو عن الالعاب اللي تقدر تجيبها للكلب، هتلاقي الفيديو على قناه اليوتيوب. النقطه رقم 4، وهو ان انت محتاج تجيب طوق صغير وجرس. الطوق ده فايدته ان انت هتعود الجرو انه يلبس طوق في رقبته عادي جدا من وهو صغير، لانه لو كبر وما اتعودش انه يبقى فيه طوق في رقبته انسى انه يسيبك تلبسه طوق بعد كده. وفايده الجرس عشان ينبهك لما الجرو يجي يتحرك فتاخد بالك، وده هيساعدنا في تدريب التايلر. وده معناه ان من اهم التدريبات اللي هنعملها في اول يوم للكلب في البيت هو تدريب التايلر. ركز معايا، اول يوم للكلب في البيت، يعني ما بنسيبوش ونقول اصله مش هيتعلم من وهو صغير ولما يكبر، لان احنا اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن ان تكرار الحاجه بيخليها عاده. وبعيدا بقى عن سايكولوجي الكلاب وفكره ان الكلاب بتتعود من التكرار، تعال بص على نفسك كده وانت طفل صغير كنت بتغسل وشك لمره واحده في اليوم، ومع ذلك اتعودت تعملها وبقيت بتعملها تلقائي من نفسك، فبالك بقى لو بتكرر الحاجه دي 10 15 مره في اليوم. وكنت عملت فيديو عن موضوع التويليت تقدر تشوفه على قناه اليوتيوب. النقطه اللي بعد كده، انك محتاج تعود الكلب على انك بتسيبه فترات قليله وتزود الفترات دي بالتدريج، وده عشان ما يحصلش مشكله اسمها سيبريشن انكزايتي او قلق الانفصال. كنت عملت عنها فيديو هتلاقيه على قناه اليوتيوب تقدر برضو تشوفه. والموضوع ده عشان تعمله صح محتاج ان انت تزود الفترات دي من مدد قليله لمدد كبيره مع الاختلافات، يعني يوم ربع ساعه، اليوم اللي بعده نص ساعه، اليوم اللي بعده 10 دقائق، فيبقى الكلب ما عندوش مده ثابته انت بتسيبه وتمشي فيها، فيتعود ان انت بتسيبه وبترجع له في اي وقت. النقطه الاخيره في فيديو النهارده والاهم هي فكره طاقه الكلب، اللي كنا اصلا عشانها اشترينا الالعاب، وكنا اتكلمنا في الموضوع ده عن طاقه الكلب وعلاقتها باللعب بالعض، هتلاقيه في فيديو منفصل على قناه اليوتيوب. وبكده تكون عرفت ايه هي اهم الحاجات اللي محتاج تعملها لما تشتري جرو جديد، وكمان اهم التدريبات اللي تبتديها مع الجرو اول ما تجيب. لو انت عندك اي استفسار اكتبه لي في الكومنتات، وما تنساش تتابعني عشان تشوف الفيديوهات الجديده اول باول. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام عليكم.